المخرج الكبير طارق العريان منورنا في القاهره 24. بنبارك لك طبعا على العمل الضخم الكبير اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده، عمل مميز جدا مختلف الناس كلها مستنياه. شفت ازاي التجربه بتاعت ولاد رزق 3 في ظل الميزانيه الضخمه والتصوير في البوليفارد وفي اماكن يعني الاكشن كسر الشوارع كلها، يعني شفنا هو كانت احنا كنا بنفكر في ولاد رزق 3 وكنا لسه بنبني الفكره والخيوط، وبعدين اتيحت لينا فرصه معالي المستشار تركي الشيخ ان احنا نقدر نصور هناك ونصور في البوليفارد، والموضوع ابتدى يكبر معانا شويه بشويه. يعني احنا ما كناش مخططين لكل ده، ولكن الـ 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 الامكانيات اللي بقت متاحه بالنسبه لنا هي اللي خلتنا نروح لده. طيب شفت ازاي البوست بتاع معالي المستشار على الفيسبوك لما اعلن الجزء الرابع وقال ان هو بيلبس الفنان كريم عبد العزيز ان هو لازم يكون موجود في الجزء الرابع، شفت البوست ازاي؟ مبسوط طبعا لحماسه، ومبسوط ان هو يعني مبسوط ومتشجع يدعم تاني، وطبعا احنا لسه خارجين من 3 عايزين نتبسط في 3، بس طبعا ابتديت احس ان انا اوريدي بعمل الرابع، يعني كل شويه افكر اقول هو ده التالت ولا الرابع. طيب شفت مشاركه نيكول البسيطه، اللفته البسيطه في العربيه، شفت المشهد ده ازاي؟ يعني نيكول بتحب كده تطلع في شوت في بتاع، يعني هي مش عايزه تمثل بس هي بتحب تطلع كده، فقلت لها استني خلينا اشوف، يعني اشوف حاجه ايه حاجه تبقى ملائمه بالظبط، وجدت الفكره دي. طيب دايما بيتكلموا عن الانتاج الضخم، طب مثلا انا شفت تصريح ان هو ممكن يكون مكلف 8 مليون دولار، هل الرقم ده صحيح ولا هو مش محسوب؟ هو الحقيقه ممكن يكون مكلف اكتر، بدعم مستشار ممكن يكون مكلف اكتر، لانه احنا الاكشن كلفنا كتير جدا الحقيقه في السعوديه. تايسون فيوري واخد مبلغ طبعا مش غير بلاش. التصوير اللي صورناه في مصر كان حجمه كبير قوي، ديكورات زي ما انت شفت كل الديكورات مبنيه هنا، محمد عطيه المبدع ما شاء الله صرف كويس جدا، فالفيلم كلف، بس احنا متحمسين للفيلم ده، متحمسين انه نوصل لحته كده تبقى لينا بنش مارك لينا ستاندرد. المين بتاع حضرتك الاساسي طبعا احمد عز وعمر يوسف، وكانوا من سبق كان في الفيشاوي وداوود، شفت ده ازاي لما هما ما بقوش موجودين دلوقتي؟ هل مثلا حسيت ان ممكن الجمهور يقل في نظرهم ان دول نجوم كانوا مستنيينهم مثلا؟ بص طبعا طبعا النهارده ولاد رزق هم يعني تعالى نقول ولاد رزق اللي هم عز وعمر وفيشاوي وكريم قاسم، الناس حابه دول يعني وحابه الكاركتر نفسه. طبعا لما فيشاوي وداوود كان عندهم ظروف وما يدروش طبعا عمل لنا دروب، بس انا رايي انه ولاد رزق عالم ولاد رزق، انت ممكن تاخد الشاي بتعمل فيه فيلم، انت ممكن تعمل بالشربيني والمعلم صقر تعمل بيهم فيلم، فانت قادر تعمل ده، وان شاء الله يبقوا معانا في الرابع باذن الله. نورتنا ومبروك.